بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الأعزاء أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من مجلتكم فيض الوطن. الوطن البناء، العطاء النماء. إذن هذه دعوة منا لكم مشاهدينا، نقلب صفحات هذا العدد من مجلتكم فيض الوطن. مجمع سدي أعالي نهر عطبرة وستيت، مجهودات تتواصل من أجل اكتمال البناء. مجمع سدي أعالي نهر عطبرة وستيت يشهد تواصلاً للأعمال في كافة القطاعات في منظومة متسقة تحكي عن عزيمة وإصرار وروح عمل وثابة، حيث الأعمال الخرسانية والردميات والسدود الركامية ومحطة التوليد وغيرها من الأعمال. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بحوله وقوته. الآن نعطي الإذن بتحويل مجرى النهر إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر. بعد أن تم تغيير مجرى نهر ستيت ومرور المياه عبر بوابات المفيض، شهد مجرى نهر ستيت أعمالا كبيرة من أجل تجهيز أرضية مجرى النهر القديمة. نحن الآن في موقع مانع التسرب الثالث، وهو عبارة عن الخلط الموضعي، واللي هو الحائط الخرساني الخلط الموضعي، ويسمى باللغة الإنجليزية ميكسين بليس كوت أوف وول. والخيط الخرساني بتاع الخلط الموضعي هي استخدم في هذا المشروع لأول مرة في السودان، وهي طريقة جديدة بتستخدم كمانع للتسرب تحت السدود أو تحت المباني اللي بتوجد في مناطق متعرضة بتتعرض إلى ضغط بتاع مياه في الأساسات. والآن نحن في هذا المشروع بنستخدمه لأول مرة، وهو أثبت حسب التجارب السابقة اللي استخدمت، أثبت فائدته وسرعة أدائه، ومن الناحية الفنية والناحية الاقتصادية بالنسبة للمشاريع التي تم استخدامها. بهذه المعامل يتم تجهيز المواد المستخدمة في الدمج حتى تتطابق مع المواصفات والمعايير العالمية، ليتم منع التسرب من البحيرة إلى أدنى السد. المندالة واحدة من الآليات الضخمة التي تستخدم لتجهيز مجرى نهر ستيت القديم، وهي من الآلات الفعالة في مثل هذه المهام التي تعمل على قدرة التحمل في مجرى النهر. RIC هي اختصار لكلمة Rapid Impact Compaction. Rapid Impact Compaction بتعني يعني التأثير السريع للدمج. فتأثير الدمج هو يعني بيأثر في دائرة نصف قطرة 2 متر وفي عمق 6 متر، بيتراوح ما بين 4 متر إلى 6 متر. فعملية الدمج بتتم في مرحلتين. المرحلة الأولى بتتراوح ما بين 40 ضربة، من ما بين 40 إلى 60 ضربة. وفي هذه المرحلة يفترض آخر ضربة يتراوح عمقها ما بين 5 إلى 7 مليمتر. المرحلة الثانية من الدمج بتتراوح ما بين 20 إلى 30 ضربة. في ال 20-30 ضربة يفترض يكون آخر ضربة يكون تأثيرها أو عمقها ما بين 5 إلى 7 مليمتر. ودي هي بتحدد نقاط حسب الرسومات الموجودة في الخريطة. بعد ما تنتهي من المرحلتين بنمشي للمرحلة الثالثة، اللي هي مرحلة الاختبار. اختبار هذا الدمج، هل هو دمج حسب المواصفات أم أقل من المواصفات؟ فما في هذه المرحلة بيتم اختبار CBT، واللي هي اختصار Compenetration Test. Compenetration Test بيقوم يعمل لنا الاختبار، وحسب المواصفات المطلوبة هنا 8 ميجا باسكال. وطبعا الهدف من الـ RIC أو Rapid Impact Compaction هو زيادة قدرة تحمل الأساسات. فالقدرة التحمل المطلوبة هي 8 ميجا باسكال. فالاختبار CBT بدي النتيجة، إذا كانت من 8 ميجا باسكال فما فوق فتعتبر مقبولة.
اذا كانت اقل من 8 ميجا باسكال حيطالبونا ثاني نقوم نعيد العمل بتاع الدمج مره ثانيه لحد ما نصل الى المواصفات المطلوبه. محطة التوليد بمجمع سدي أعالي نهر عدبرة وستيت تشهد تركيب أجزاء التوربينات في عملية صعبة ودقيقة تحتاج إلى كفاءة هندسية مؤهلة ومتخصصة من أجل إنتاج الكهرباء في هذا المشروع، وهو ما يتوفر في الكفاءات السودانية والخبرات الأجنبية من الدول الصديقة التي تعمل في مجمع سدي أعالي نهر عدبرة وستيت. من جهة أخرى، فقد بدأت أعمال المساحة لمياه القضارف التي تم تخصيص مخرج لها في مجمع سدي أعالي نهر عدبرة وستيت من أجل حل مشكلة مياه القضارف بصورة نهائية. بنتكلم هنا عن مشروع خط مياه القضارف اللي بيمتد من الشوك من سد أعالي ستيت إلى مدينة القضارف بطول ما يقارب 65 كيلو. الدراسة الحالية التي نقوم بها تشمل قراءة شكل الأرض وتضاريسها لعمل التصميم للخط المياه الموجود في هذه المنطقة، بتشمل رفع الإحداثيات والارتفاعات للمنطقة لتحديد تصميم وعمل تصميم الخط المياه. مجمع سدي أعالي نهر عدبرة وستيت واحد من مشروعات التنمية المستدامة التي تنفذها وحدة تنفيذ السدود على امتداد أرض الوطن من أجل إنسان هذه الأرض. الزيارات الميدانية والتعريفية تتواصل لمجمع سدي أعالي نهر عدبرة وستيت. الزيارات العلمية والتعريفية لمجمع سدي أعالي نهر عدبرة وستيت ظلت متواصلة، حيث استقبل المجمع طلاب كلية التربية قسم الجغرافيا بجامعة القضارف. جئنا في هذا الموقع ونحن الآن نتحدث في هذا الموقع المبارك، حيث يتم بناء خزاني سدي نهر عدبرة وستيت عالي نهر عدبرة وستيت، وذلك لتوفير مياه الشرب للقضارف ومياه الري وتوليد الكهرباء. ونحن سعداء جدا أساتذة وطلاب بزيارة هذا الموقع العظيم الذي يوضح تخطيط الإنسان السوداني، وضع الاستراتيجية للاستفادة من الموارد الطبيعية والإرادة في التغيير. بجد يعني مشروع ضخم، وكنا يعني في حاجة للزيارة دي، واستفدنا يعني الحمد لله، عرفنا الشيء الحاصل في السد والإنجاز الضخم اللي تم، ونتمنى إنه يعني الناس تمشي لقدام، يعني بجد هو مفخر لنا يعني كسودانيين. يعني طلاب كلية الهندسة بجامعة كسلة سجلوا حضورهم في الزيارات العملية التي يستفيد منها الطلاب بصورة علمية، خاصة الأعمال الهندسية الجارية في مختلف القطاعات. نابعا جامعة كسلة كلية الهندسة نشكر وحدة تنفيذ السدود لإتاحة لنا هذه الفرصة للزيارة المعرفية والعلمية. إن شاء الله نأتي فيه طلاب كلية الهندسة في المجالات بتاعة الهندسة المدنية والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية. الفائدة اللي حصلنا عليها من خلال الدراسة الميدانية إنه تعرفنا على طبيعة التربة من ناحية زراعية، تعرفنا على المنشآت اللي ممكن تقوم فيها الصناعة، الصناعات اللي ممكن تستفيد من قيام السد. الهدف من هذه الزيارة هو ربط الطلاب بمشروعات التنمية، وربط الطلاب بالمنطقة ومعرفة الظواهر في واقعها. من خلال هذه الزيارة تعرفنا وتعرف الطلاب
على بدايات المشروع وعلى الفوائد الممكن يستفيدها سكان ولايتي القضارف وكسلة. وفد شرطة الحدود وشرطة ولاية كسلة سجل زيارة تعريفية لمجمع سدي أعالي نهر عطبرة وستيت باعتباره واحدا من المشاريع الاستراتيجية التي تحتاج إلى حماية من الشرطة. كان لزاما علينا أن يعني نزور هذا المشروع الحيوي الاستراتيجي الضخم الذي بلا شك سوف تنعكس فوائده على كل السودان، ليست ولايتي كسلة والقضارف فحسب ولكن كل السودان. ونحن حقيقة زيارتنا دي أولا الوقوف على هذا العمل الكبير، وثانيا للتنسيق مع الإخوة القائمين على أمر تأمين السدود في حماية المنشأ، تأمين المنشأ وحماية العاملين في المنشأ من مهندسين وعمال وخلاف. أحيي سعادة غامر تغمرنا اليوم ونحن في زيارة هذا الصرح الكبير، هذا المشروع العظيم الذي حقيقة كنا نسمع به وليس من رأى كمن سمع. فاليوم حقيقة نحن حقيقة في دهشة وفي سرور عظيم حقيقة أن نرى يعني هذا المشروع أو بهذه القوة حقيقة، ليس يعني فقط هذه الفوائد ستعود كما رأيناها في الفيلم خشم القربة أو حلف الجديدة أو منطقة عطبرة أو كسلة، وإنما هي حقيقة يعني فائدة عظيمة تعم لكل السودان. من كردفان الغرة ومن جنوبها جاء معتمد محلية أم دورين بولاية جنوب كردفان يرافقه أبناء جبال النوبة في ولاية القضارف، وهم يمثلون الوحدة الوطنية في أسمى معانيها لاعتبارهم أحد المكونات والفعاليات بولاية القضارف. هذا العمل يطمئن على إنه السودان بخير وعلى إنه الأيادي السودانية الخالصة حقيقة يعني لها دور فعال في إغرار التنمية، وهذا ما نصبو إليه إن شاء الله، ونسأل الله أن يعينهم بإذن الله، ونقول إن السودان حقيقة بخير وإن هذا الأمل العريض يعني تحقق الآن، أصبح مشروعا ماسلا إلى العيان، وهذا العمل يعني الجاري يعني بجد وأيادي سودانية وأيادي يعني أجنبية صديقة. حقيقة نؤكد إن السودان يعني مشروعات التنمية فيه أصبح تندح، هذا المشروع الضخم الذي سيساعد في تغيير حياة إنسان هذه المنطقة. جينا في إطار زيارة لمشروع سدي عالي عطبر وسيتيت، ويعتبر من المشاريع الناجحة على مستوى الدولة، ونتمنى إنه يسير بخطى حسيسة ويحقق لنا نجاحات كبيرة على مستوى الولايات، ولاية كسلة وولاية القضارف. مشروع كبير وإنجازات ماشية ومتواصلة، ونحن كمرأة نستفيد من هذا المشروع في عدة برامج، البرامج بتاع المشروعات المصاحبة على مستوى السد إن شاء الله. حقيقة من خلال هذه الزيارة التي قمنا بها إلى موقع سدي عالي نهري عطبرة وسيتيت، ما كنا نحسب أن هذا المشروع بمثل هذه الضخامة الكبيرة وبمثل هذا العمل الدعوم الذي رأيناه بأم أعيننا. وهكذا يصبح مجمع سدي أعالي نهر عطبرة وسيتيت لوحة زاهية تجمع أبناء الوطن في وصل الأخوة والتواصل والتوادد بين مختلف القبائل. بكم ومعكم مشاهدينا قلبنا صفحات هذا العدد من مجلتكم فيض الوطن. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت www.diu.gov.sd. وحتى جديد الملتقى في أعداد قادمة لكم منا خالص التحايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.